ولكنه من هنا أرجو الله سبحانه وتعالى وأرجو إخواني وأخواتي أن لا ينسوني من الدعاء واقعا. وأنا من هنا أقبل تلك الوجوه التي حرقتها الشمس، وأقبل تلك الأيدي، وأقبل تلك الأرجل التي خطت للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحسين إخواني الأعزاء، الحسين ليس فرد، الحسين عنوان لأئمة أهل البيت، الحسين عنوان لمدرسة أهل البيت. إحياء الحسين وإحياء شعائر الحسين والمشي إلى الحسين والذهاب إلى الحسين، ذهاب لمدرسة أهل البيت، ذهاب لرسول الله، ذهاب إلى الله سبحانه وتعالى. فما نقل عنا وما نشر عنا أن السيد يشكك في مسألة زيارة الأربعين أو مسيرة الأربعين أو الذهاب إلى الإمام الحسين في الأربعين، وقع عن هؤلاء إما مرضى وإما جهلة. أنا كنت أتكلم عن واحدة من الطرق التي وقع فيها ماذا؟ التأمل، مو في أصل القضية. قلت بأنه هاي الروايات قد يدعي أحد أنها ما هي؟ ضعيفة السند، مرسلة، لا أصل لها لا أصل لها. قد يشكك آخر في قضية جابر ومجيء ماذا؟ إلى الأربعين. قد يشكك شخص في رجوع السبايا من دمشق إلى ماذا؟ إلى الإمام الحسين في الأربعين. قد يشكك في كل هذا، ولكن هذا يؤثر على القضية الأصلية أو لا يؤثر؟ لأن هناك طرق متعددة. بعبارة أخرى، هذا تشكيك في الدليل، لا تشكيك ماذا؟ في المدعى. ولذا أنا معتقد أنه قضية الإمام الحسين بشكل عام والشعائر الحسينية بشكل خاص وشعيرة الأربعين بشكل أخص لها من المعطيات ما لم نكتشف كثيرا منها بل أكثرها إلى يومنا هذا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقف عند بعض هذه المعطيات. والسلام عليكم ورحمة الله.